بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمغازلة دي بروين، هاري كين يفتح بابه أمام مانشستر سيتي. متابعينا، الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك. غازل هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي نادي مانشستر سيتي بالإشارة إلى رغبته في اللعب بجوار البلجيكي كيفين دي بروين. المهاجم الإنجليزي أعلن في الساعات الماضية رغبته في خوض تجربة جديدة خارج النادي اللندني، رغبة منه في الفوز بالألقاب والسير على خطى رونالدو وميسي. وخلال مقابلة تلفزيونية مع جارين في الأسطورة مانشستر يونايتد، عبر كين عن رغبته في اللعب بجوار لاعب وسط المان سيتي، حيث قال عنه: عندما أشاهد دي بروين أراه لاعبا مميزا، وما يفعله بأرض الملعب حلم لأي مهاجم. وأضاف إنه لاعب مميز عند امتلاكه الكرة، وكذلك عند الضغط على المنافس بدونها، لكن تمريراته للمهاجمين أفضل ما رأيت طيلة حياتي. واستبعد نجم توتنهام رحيله خارج انجلترا في المستقبل القريب، مشيرا إلى رغبته في الاستمرار بالدوري الإنجليزي لفترة أطول حتى حال مغادرة النادي اللندني. وأعرب كين عن أمله في السير على خطى لاعبين مثل رونالدو وميسي وزلاتا عند تجاوزه حاجز 30 عاما. وسجل كين 32 هدفا وصنع 16 آخرين للسبيز هذا الموسم، لكن فريقه بات مهددا بعدم التأهل للدوري الأوروبي قبل جولة واحدة على نهاية الدوري الإنجليزي، وذلك في ظل تراجعه للمركز السابع.